أي على سلامتكم في كاراكوز نيوز وإليكم العناوين. الغنوشي والبيجي يحكي ولنا على تسريبات الباك. خالد بن يحيى يحكي على صفقة جابو ونحكي وزادة على أعمال العنف الأخيرة. مرحبا بكم من جديد بعد تسريبات امتحانات البكالوريا مؤخرا والكلام اللي تقال عليها. معنا في المباشر الشيخ راشد الغنوشي وبشبوج اللي عندهم ما يقولوا في الموضوع هذايا. هات نسمعوا. الحكاية اللي قلتها يا فواز حكاية غالطة جملة، خاطر امتحانات البكالوريا ما تصربتش، جوست حبينا نشوف زعم الشعب فايق بينا ونحنا رقدين حلفة. جاب ربي سير أفيق ما خرش امتحان الجغرافيا، حتى كان خرجوا ما تخافوش، سور المعلومات فيه غلطة خاصة فيما يخص الشريط الساحلي. أي بحيث إشنية هالخنار يا ولادي، ولينا نصربوا أكثر من المخاخ متاع بعض أعضاء المجلس التأسيسي. كل شيء منقوب في هالبلاد، الكوع والبوع دخلوا بعضهم. يا حسرة على الباك بتاعي اللي عديته عام 2، وقتها سهلونا على أول نموسة دخلت لتونس، وقتها سهلون صفبي ينقل علي وجاب 5. هاو الضرب ولا بلاش، المرة الجاية نعديو الباك على الفيسبوك والوزارة تحط لول. نمشيو للرياضة، وبعد أخذ ورد بين الإفريقي والترجي انضم رسميا اللاعب عبد المؤمن جابو للنادي الإفريقي بصفقة نهزت 4 مليارات من مليماتنا، وهو سوم خيالي أول مرة يتحصل عليه لاعب أجنبي في البطولة التونسية. ومعانا اللاعب السابق والمدرب خالد بن يحيى باش ناخذ وجهة النظر متاعه. والله معناه بارك الله فيكم على هالاستضافة هذه، وحبيت نقول معناها انا توا كحمل همام كخالد بن يحيى اللي معناها الافريقي والترجي معناها سنسونا برشا بهالمسلسلات اللي توجع الراس الحقيقه، وما تزيدش معناها في قيمه الفريقين، بل بالعكس معناها يخليونا نزيدوا نكره الكره في تونس اكثر ما احنا كارهينها. لكن معناها توا فيما يخص اللاعب جابو هذايا، معناها انا نعرف الحق ملاعب يغول برشا، ومعناها يشبه ياسر معناها الميسي خاصة معناه في الضحكة متاعه. وكما قال معناه حمد المغيربي، جابوا هذايا معناه تو 3 أنواع منهم. فما مثلا تو اللي جابوا يعاون فيه على عقبر ربوه معناه هرب له بالفلس، فما مثلا اللي معناه جابوا يعاون فيه كمل على مرمته، وفما اللي ضربوا هذاك عاد بعنقية جابوا مادد الأربعة. وفي الاخر معناه نحب معناه هنا نتوجه معناه الملاعبية متاع الافريقي ونقول له معناه هكا تو جاكم جابوا، مالا يا سيدي جيبوها يا الولاد، جيبوها يا الولاد. شكرا ليك خلودة، وكيف ما قلت اللي جابوا لجمعيته الله معاه، وانتوما امشيوا مع البيب ورجعوا ما تبعدوش. هل تشعر بضيق في التحرك؟ هل تكره الاحضب في الشوارع الرئيسية؟ هل يؤرقك ركوب الحافلة وركوب الثورة؟ هل تتمنى أن تكون وحيداً في شارع بورقيبة؟ هل تريد أن لا ترى مجدداً تجمعات مناهضة ومناصرة في أي مكان؟ كل هذا أصبح ممكناً الآن مع مرهم سيبسيجيل بخلاصة الكوع المعطرة بهيبة الدولة. هذا المنتوج صنع بمخابر السيبسيوان القصبة. مرحبا بكم من جديد. عدنا. شهدت بلادنا مؤخرا موجة عنف كبيرة وأحثت بلبلة للتوانسة الكل، والسياسيين كان عندهم تعليق على الموضوع. هات نسمع تصريحاتهم. أنستوا ببعثكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأعمال العنف أنا ما في باليش بهم، على خطرني لاهي نحوس في القصر أنا وسي سمير الوافي، وزيد سي حمادي قال لي سيب عليك الحكاية ما هيش في صلاحياتك، أنا اختصاصي نتعدى في تلفزة أكهو أم بلوس غاطس شوية وقاعد نخدم على الحملة الانتخابية الجاية، ومتأكد انه الشعب باش ينتخبني مرة اخرى. هناك حمق الهمامي ضد انه المرزوقي يترشح مرة اخرى. بالنسبة لأحداث العنف يضر لي الحكومة قاعدة تعديلنا في البستوف متاع الثورة وكالي تيها جديزة. والله معرزية مش في بالي قاعدين في بلاي ستيشن من لول والذري تلعب كونتر سرايك، وربي فشقام حرق وتكسير وكل شيء فرد وقت. علاش مش كل نار حاجة؟ على الأقل واحد يعيش اللحظة ويلقى باش يعدي النار خير من اللي مطيش في المجلس، لا خدمة لا قدمة. ومحرزية تعيط علي وتقول علي شنتي، ننصحنا المخربين ينحيوا الحجر ويضربوا بالظلف، على الأقل هاو كي ينفع الحكومة خير. والله التخريب هذا اللي تحكيوا عليه إشاعة، وسلفيين بينهم إشاعة، تتعرفوش كيفاه؟
كي ريت واحد عنده لحية أنا نأكد لكم اللي راي لحيته إشاعة. بالإشاعة نوصل نهاية كراكوز. ابقاو بالسلامة. تشاو. Thank you.